السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما بإذن الله. الفيديو بتاع النهاردة أصدقائي هيكون تسريع للعبة ببجي. كالعادة بننزل كل فترة برنامج جديد بيسرع معانا الحاسوب علشان نستفاد بإمكانيات الحاسوب، سواء من رامات، من بروسيسور، من كارت شاشة، كل الإمكانيات البرنامج بيوفر لنا المساحة أو الإمكانيات دي علشان نستفاد بيها في لعبة ببجي او اي لعبة تانية مهما ليكن، سواء انت بتستخدم ببجي او بتستخدم لعبة تانية. فبالتالي احنا البرنامج بتاع النهاردة اسمه Easy Server Optimizer. البرنامج ده بنقدر من خلاله ان نوقف جميع البرامج اللي هي بتستهلك من الرامات ومن البروسيسور ومن كارت الشاشة. ده كله من خلال البرنامج بتاع النهاردة هيحل كل المشاكل اللي بتواجهك. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على برنامج اسمه Service Manager. البرنامج ده لو ما كنتش شاهدت الفيديو بتاعه تقدر تشاهد الفيديو ده من الرابط اللي هخليه لك اسفل الفيديو في الوصف. البرنامج ده برضه مهمته زي كده، ولكن البرنامج بتاع النهارده هيكون متقدم شويه، وهتلاحظوا بنفسكم من خلال ما تستخدموا البرنامج ده هتلاقوا فرق كبير جدا. لما تشغلوا اللعبه هتلاقوا فرق كبير جدا، اللاج مفيش، ولو شغلت اي هاج بجانب اللعبه برضه مش هتلاقي لاج نهائي. المهم اصدقائي هسيب لكم رابط التحميل موجود اسفل الفيديو في الوصف، هتحمل البرنامج. طبعا هينزل معاك مضغوط، لو فكيت الضغط عن الملف هينزل معاك ملفين بالشكل ده. طبعا احنا اللي يهمنا الايقونه بتاعه الفتح، الايقونه دي اول ما تفتحه تضغط عليه دبل كليك، اول ما تضغط عليه دبل كليك بيفتح معاك البرنامج بالشكل ده. البرنامج فيه مميزات كتيره جدا، لو جيت هنا على السيتنج هتلاقي فيه لانجوج، بتلاقي فيه العديد من اللغات ومن ضمنهم اللغه العربيه زي ما شايفين، كل دي لغات في البرنامج. طبعا انا هوضح لكم البرنامج بكل بساطه، يعني الاعدادات بتاعته. طبعا هنا في حاجه اسمها افتراضي، وفي حاجه اسمها امنه، في حاجه اسمها تدوير، وفي حاجه اسمها شامله. يعني نقدر نقول كده الافتراضي ده يعني هي رجع كل الخدمات اللي هي شغاله لوضعها الافتراضي زي ما هو، كانك عامل ويندوز جديد ما هيوقفش اي حاجه، الافتراضي شغال وخلاص. انت لو عايز توقف حاجه بتضغط عليها ايقاف. الوضع الامن اللي هو بيوقف لك الخدمات في حدود ان الجهاز بتاعك ما يكونش فيه مشاكل. الوضع اللي بعد كده بيكون اعلى شويه من وضع الامام زي ما تقول، يعني مثلا ده نخليه الاقصى وده اللي هو الماكسيمم اعلى حاجه. التدوير هنا برضو وضع اعلى من وضع الامن، بيوقف لك خدمات اكتر، والشامل ده بيوقف لك كل الخدمات. انا لو استخدمت الشامل هل هيضر الجهاز بتاعي؟ لا، هو برنامج يعني مش بيضر الجهاز، هو بيوقف لك الخدمات عندك بشكل تدريجي. يعني الشكل الاول بيكون افتراضي، الشكل الامن اعلى شويه بيوقف لك خدمات اكتر، بعد كده الشامل يعني بيوقف لك كل الخدمات. على سبيل المثال احنا عايزين نوقف الخدمات دي اللي موجوده عندنا. طبعا لو تلاحظ انه اغلبيتهم معطل عندي لان انا مختار الوضع الشامل، وبضغط هنا على الزر ده علشان اقدر من خلال اول ما اضغط على الزر ده زي ما شايفين بيبدا يوقف لي كل الخدمات اللي هو شغاله في الجهاز، ويوفر لي مساحه من الرامات ومن البروسيسور، ولو بيستخدم حاجه مثلا من كارت الشاشه بيبدا يوفر لي مساحه من الفيرا. الخطوه اللي بعد كده اللي هو استعاده الخدمات، طبعا لو ضغطنا عليه كده بيرجع لي كل حاجه زي ما كانت، اوكي بيعمل لي استعاده للخدمات. دي طبعا تعمل لك بدء الخدمات المحدده، يعني مثلا انا احدد على كام خدمه كده معينين وبعد كده بضغط عليهم تشغيل. ده بيوقف لك الخدمات المحدده، يعني مثلا انا هختار الخدمات دول كده احدد عليهم تمام بالشكل ده، وبعد كده بضغط على الزر ده بيوقف لي الخدمات المحدده، يعني بيوقف خدمات محدده، بيشغل خدمات محدده، بيعمل لي اعاده او استعاده للخدمات دي، وهنا بيعمل لي ايقاف لما استخدم مثلا اي خيار من الخيارات ده بضغط عليه بيعمل لي ايقاف ليه. احنا كل اللي يهمنا الاربع خيارات دول، هتشوف اي خيار انت حابب انك تشتغل بيه، ولكن انا بستخدم الشامله والجهاز بتاعي ما فيهوش اي مشاكل، يعني البرنامج مش بيعمل مشاكل او يسبب مشاكل، لا خالص والله. الخيارين دول انتوا طبعا عرفتوا فوائدهم ايه او بيعملوا ايه، وبعد ما تختار الوضع بتاعك تضغط هنا خلاص كده انت كده خلصت المهمه بتاعتك، والبرنامج انتهى من العمل بتاعه. بتقفل تيجي هنا في التاسك مانجر على سبيل المثال، لا
تلاقي هنا السي بي يو. طبعا السي بي يو هنا بتشوف ايه اللي واخد من عندك من المعالج او البروسيسور واللي واخد من الرامات عندك. فانت طبعا اول ما تضغط هنا بتلاقي مثلا برنامج التصوير واخد 10% كي من البروسيسور. هنا مثلا الديسك توب يعني بتلاقي البرامج اللي هي واخده من السي بي يو او المعالج. فطبعا هتلاقي في فرق كبير جدا قبل ما تستخدم البرنامج وبعد ما تستخدم البرنامج. دلوقتي لو جيت تشغل لعبه ببجي هتلاقيه سرع معاك اللعبه بشكل كبير جدا. انا طبعا انا بدي لك الخلاصه، مش عايز اطول عليك في الفيديو وافتح اللعبه وبعد كده اقول لك ده برنامج التصوير بيعمل لاج ومش عارف ايه. فبكل اختصار ده اللي انا كنت عايز اوضحه لك، انت هتكتشف ده بنفسك بعد ما تحمل البرنامج وتستخدم البرنامج وتفتح اللعبه، ده هتلاحظه بنفسك. فده يا اصدقائي كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه ما تبخلوش على الاشتراك في القناه، لايك للفيديو، وما تنساش شارك الفيديو مع اصدقائك علشان يستفادوا من الفيديو. واي استفسار تقدر تكتبه اسفل الفيديو في الكومنت، وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.